السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بكم في فيديو جديد. ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير. والنهاردة ان شاء الله معانا منصة ربح جديدة، منصة اسمها تي 3 يو اس دي تي، منصة من منصات المهام، بس النهاردة عمولة من المهام يا شباب. دلوقتي بإذن الله هنشرح طريقة التسجيل، بس يا ريت قبل الشرح متنساش تعمل لايك كومنت الفيديو، تكون مشترك في القناة عشان تكون فائز من الفائزين في التعليقات. وبإذن الله هيتم توزيع الجوائز اليوم بإذن الله على الفائزين، بما إن تم توزيع الجوائز أمس، النهاردة برضو هيتم توزيع الجوائز، وكل عام وأنتم بخير. دلوقتي هنبدأ شرح طريقة التسجيل. طبعا هنا بتختار كود الدولة وبتحط رقم الهاتف. طريقة التسجيل سهلة خالص، وبتعمل كلمة مرور وبتأكد كلمة المرور، وبعدين هتلاقي كود التحقق هنا، لو ما لقيتوش هتلاقيه في الوصف اسفل الفيديو، وبعدين بتضغط على يسجل. طبعا بعد ما بتضغط على يسجل بيحمل معاك، بيفتح معاك حساب داخل المنصة مباشرة، بتعمل تسجيل دخول طبيعي وتدخل الى الحساب. دلوقتي طبعا ان هدخل انا طبعا لحسابي الاساسي عشان اسجل دخول قصدي، وارجع لكم تاني. ورجعنا تاني يا شباب بعد ما سجلنا دخول الى المنصه. المنصه تفتح معاك بالواجهه دي، المنصه اسمها تريو اس دي تي، يعني تي 3 يو اس دي تي. المنصه منصه مهام جديده يا شباب، اقل ايداع فيها 5 دولار، والربح اليومي بيكون 50 سنت. طبعا يا شباب الحد الادنى للسحب 0 سنت، مع تجديد المهام بيكون الساعه 6 مساء بتوقيت مصر يا شباب. طبعا الفي اي بي 1 بمبلغ 5 دولار وربح يومي 50 سنت، الفي اي بي 2 بمبلغ 35 دولار وربح يومي 3 دولار و60 سنت يا شباب. وطبعا احنا عارفين المنصات المهام بنشتغل عليها ازاي باستراتيجية، ما بنركش غير الفي اي بي 1 او الفي اي بي 2، وبنستغلها في البداية في اول 15 يوم واول 20 يوم فقط يا شباب، محدش يركي اكثر من الفي اي بي 1 او الفي اي بي 2. طبعا يا شباب عشان تقدر ان انت ترقي الفي اي بي لازم ان انت تعمل ايداع بمبلغ، اقل مبلغ بيكون 5 دولار. طبعا بتختار اليو اس دي تي هنا وبتضغط على التأكيد، بيحمل معاك هيجيب لك، بتكتب المبلغ وليكن هتعمل بمبلغ مثلا 5 دولار، بتحط هنا المبلغ بيكون 5 دولار وبتضغط ارسال الرصيد. بتضغط ارسال الرصيد بيحمل معاك وبيفتح لك واجهة بتعمل فيها ايداع لمدة 15 دقيقة يا شباب. لازم تكون مخلص عملية الدفع قبل ال15 دقيقة. بعد ما بتكمل عملية الدفع بتاخد العنوان ده نسخ، وبتأكد ان العملية اكتملت على المحفظة. بعد ما بتكتمل بتأكد ان هي اكتملت، بترجع للخلف وبترجع بتلاقي رصيدك ظهر مباشرة هنا في الحساب. بتلاقي رصيدك ظهر هنا اهو زي ما انتم شايفين، بمبلغ وصلنا ل5 دولار بعد ما عملنا الايداع، بما بقي معانا 15 دولار. دلوقتي طبعا عشان نقدر ان احنا نعمل المهام، طبعا كل اللي احنا بنعمله بنضغط اكس هنا وبنضغط على المهام. الفي اي بي 1 طبعا معانا 15 دولار، بيدينا يا شباب عمولة على رأس المال 3.34% على رأس المال يا شباب. بندوس انكر بيحمل معانا كده وبتلف وبنضغط استمر. طبعا عندك 3 مهام يا شباب، دلوقتي خلصنا المهمة بتاعتنا، بقيت دلوقتي طبعا اول ما بتعمل المهمة بيكون رصيدك كده وصل لي المهام اليومية. لو حبيت تعمل تاني هيقول لك رك يا شباب. دلوقتي احنا هنسحب، هنعمل سحب يا شباب زي ما انتم شايفين، نضغط على ينسحب، وهنا بيقول لك اختار طريقة السحب، وهنا بيقول لك بتقدر ان انت تسحب. دلوقتي هنا بتدخل المبلغ وبتدخل عنوان اليو اس دي تي وكلمة مرور السحب يا شباب، اللي هي كلمة مرور الحساب، وبنضغط على ينسحب. ادخل المعلومات وارجع لكم تاني. رجعنا تاني يا شباب. دلوقتي عشان تضغط تضيف عنوان محفظة اليو اس دي تي بتضغط على غير ملزم، وبيدخلك ان انت تضيف عنوان محفظة اليو اس دي تي زي ما انتم شايفين مع بعض، بنضغط
وبنضيف عنوان محفظة الـ USDT وندوس حفظ. ورجعنا تاني يا شباب، زي ما انتوا شايفين اهو حطينا المبلغ اللي احنا نسحبه معانا 50 سنت، حد الادنى للسحب 1 سنت يا شباب، تقدر تسحب في اي وقت. طبعا حطينا المحفظة وحطينا كلمة المرور ونضغط انسحب. اول ما بنضغط على انسحب بيحمل معانا، سوري يا شباب، بيقول لك الباسورد، حط الباسورد. دلوقتي انا هحط الباسورد اللي هو لكلمة مرور الدفع. يا شباب بتعمل كلمة مرور وبتحطها وبتضغط حفظ. وبعد ما حطينا يا شباب كلمة المرور، تم إعادة تعيين كلمة المرور بنجاح، بنرجع للخلف وهنا دلوقتي هنضغط بقى على الانسحاب. أول ما بنضغط على الانسحاب بيقول لك اكتملت العملية بنجاح. دلوقتي بيحمل، معلش النت عندي بطيء النهاردة. سوري يا شباب، رجعنا تاني يا شباب، عندي مشكلة في النت انا، معلش. نضغط على انسحب، بيحمل اهو، بيقولك تم ارسال عملية السحب بنجاح والرصيد اللي كان معانا السحب كله مباشرة. هنشوف اثبات السجل مع بعض دلوقتي، بنرجع للخلف زي ما انتوا شايفين كده وبنضغط على تفاصيل الرصيد اللي هو الانسحاب، تفاصيل الرصيد اهو يا شباب قيد الانتظار. هنشوف هيوصل بعد ايه على باقي الناس ونرجع لكم تاني. ورجعنا تاني يا شباب، ودلوقتي جاب لك نجح الانسحاب او اجتاز الفحص، بيقول لك حالة السداد تم الدفع، وجاتنا الرسالة اهو على الايميل باستلام مبلغ $0.5. دلوقتي يا شباب نشوف اثبات السحب على بايناس على المحفظة اهو، اكتمل ايداع منذ 1 دقيقة، بنضغط عليه واكتمل الايداع $0.5 من الساعة 2:48، يعني ما خدش دقيقتين، يوم 23/2023. دلوقتي يا شباب دي منصة مهام جديدة، واحنا زي ما احنا فاهمين بنشتغل عليها ازاي يا شباب. المنصة ايداع اقل مبلغ ايداع $50، طبعا بتجيب الفريق من هنا يا شباب، وبتاخد رابط الدعوة من هنا و بتاخد الرابط من هنا وبترسله، وهنا بتلاقي ارباح الفريق واجمالي عدد الفريق، المستويات 3 مستويات يا شباب للربح. وده كان شرح لمنصة النهاردة، وان شاء الله تكون منصة جيدة وبالتوفيق يا شباب. وان شاء الله بما ان وقت الفيديو دلوقتي دخل في 8 دقايق، فان شاء الله يتم توزيع الجوائز الفيديو القادم، سوري معلش، وبإذن الله يعني هيكون بإذن الله الفيديو القادم يا النهاردة يا بكرة. فبالتوفيق للجميع، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد.